لا بد من العودة للوراء أولا استطاعت إيران مع الأسف كانت تشكل تحدي المملكة وليس تهديد ولا تشكل تهديد أول استطاعت إيران أن تسحب البساط من, من, من عواطف وعقول العرب عن قضيتهم الأولى فلسطين المملكة العربية السعودية ليس لديها تهديد من القاعدة استطاعت أن تنتصر عليها بفضل الله الآن نعاني من داعش ومعروف مكان وأوكار داعش ومن يدعمها ومن يأويها وهي إيران إيران من تدير العراق وسوريا إيران من تحتوي وترعى قياداتهم في مشهد وفي قم وفي بعض المناطق أيمن الظاهري الظواهر هناك التدريبات معظمها وأعتقد أنه محكمة أمريكية أبرزت مثل هذه الأعمال في أحداث 11-9 وما سبقها من أعمال في للمدمره كول ولاحداث استهداف دبلوماسيين في نيروبي اعتقد أن ايران الان تشكل تهديد اول للمملكه العربيه السعوديه بصفتها دوله ارهابيه طائفيه